مين توصل وزارة الثقافة؟ أنا هتفرق البارح ولا أول البارح مليار وربعمائة مليون لأسماء غير معروفة. أنا كنشوف واحد لاليست جاتني، لأن أنا ما كنتش غنبغي نبحث في هذا الشيء، لكن من الناس كان ضرورة بغيت نعرف، جابوا لي الأسماء اللي تعطات لها تعطى لها الدعم. لا يعقل أسماء ما عندها علاقة بالفن، لا يعقل أنه شركات، راه كاين شركة البني كاينة حتى هي تما. يا وزير الثقافة، قبل ما تعطي مليار و400 مليون، شوف هاد الناس كيديروا، شنو المهمة ديالهم؟ ما نتكلموش حنا من 2008 والدعم تيخرج جوج مرات في السنة، يعني جوج مرات في السنة، فين هي هاد الأغنية المغربية؟ جوج مرات في السنة تيخرجوا مبالغ باهظة لبعض الأشخاص، مع احترامي الناس اللي خداو الدعم. لي أنا كتكون عندي سهرة تابعة لوزارة الثقافة، كيبكيو عليا، تيقول لطيفة ما عندناش فلوس، ما كاينش عن وزارة الثقافة. عمري في حياتي أقسم بالله عمري ما خدمت في وزارة الثقافة بالثمن ديالي، الوحيدة وزارة الثقافة الوحيدة اللي كنخدم فيها كنخدم بثمن ناقص. دعم استثنائي يا سيدي، وسمعوني فهموني مزيان، وهو أنه جا في جائحة كورونا، يعني غادي نعاونوا الناس المساكين اللي ما خدامينش. هاد الجائحة باش تعاون الناس، سيدي غير عاونوا، حنا محتاجينش إنتاج، حنا محتاجين معاونة دابا. الناس راه الناس ما قادش تاكل، راه موسيقيين تبيعوا الآلات ديالهم. هاد مليار 400 مليون لو كو كانت تقسم على فنانين كيسعاو دابا، على موسيقيين تيعيطوا تنعطيو هما ياكلوا، حنا ما بقاش حقنا نعطيو، راه الله غالب وراه ما عايشاش بالفن. الحمد لله والشكر لله عشنا بالفن ودخلنا به الكنيسات، لو كان ما عملتش علاش نرجع كما كيقولوا؟ لو ما كانش الحمد لله جوج بيان ما في، وكنعرف بحق الزمان كرة ما لقيناش باش ناكلوا، الوغ شحال قدنا نعاونوا. عباد الله راه خصني نعطيكم اسماء، انا عمري ما سمعت، انا فنانه في المغرب، وكنعرف اغنيه مغربيه، دعم اغنيه مغربيه، وحده راه ساكنه في القاهره وخدات الدعم. راجع نفسك مزيان وشوف هاد الفلوس كيمشيو، واعتقوا الناس اللي كتموت بالجوع. مين عندك مليار 400 مليون تفكها هكذا تمشي هكذا في الخوا؟ فانا الان كنطلب حقي، كنطلب لاميتيال ديالنا، كنطلب الشهريه ديالنا. انا بغيت نعرف لمن كنتمي، هل كنتمي لوزاره الثقافه؟ هل كنتمي لوزاره الداخليه؟ هل كنتمي لوزاره السياحه؟ راه حنا باش يعرف الجمهور الكريم، راه حنا ما عندنا حتى شي وظيفه. كل حرب عليكم، راه الناس اللي كتخدم في اراسات اجواء كتموت بالجوع. حرام مليار 400 اجي درت وقام ستيلو وعطيكم واحد 10000 ريال، ولكن هاد وزارة الثقافة خرجت الدعم باش تساعد الأغنية المغربية. بغيت نسمع الأغاني، أنا بغيت نسمعهم كلهم، نسمعهم مني أنا، من أنا غير من الجمهور، بغينا نسمعوا الأغاني كلهم اللي تعطى لهم الدعم. سعد المجرد، مع احترامي الأسماء الآن اللي تعطات لها، شهر الأغنية المغربية، هل شهرها بالدعم؟ شهرهاش بالدعم، شهرها من جيبو الخاص، المال الخاص، وكذلك أسماء أخرى. حنا كنجيو ساعة لأن دابا الآن ولا بغينا كرهنا، بغاو كرهوا الشباب، بس الآن هو الوجه هذه الأغنية المغربية خارج الوطن، لأن كنشوفوا شنو كاين، وكنتهضروا مع فنانين كبار في خارج الوطن، وتتكلموا على سعد أكثر من كل، أكثر من اسمي أنا، أكثر من أي اسم.